السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك سيد؟ الحمد لله، اتفضل. بالصحة والعافية. وياكم. أنا دلوقتي كنت بعت أرض واتفقت مع الراجل المشتري، قلت له لو هسجل لك في الشهر العقاري أو أحضر معاك المحكمة أنت لا تشيل الضرايب العقارية. متفق على كده. فجيه بعد 5 سنين جالي وقال لي انا عايز اعمل صحه التوقيع. اتصلت بواحد من بلده قلت له اشهد انا الراجل اللي جاي يعمل صحه توقيع وانا اتفقت معاه على الضريبه العقاريه وكذا كذا كذا. فقال لي خلاص ماشي مفيش مشكله. رحت معاه المحكمه واقريت له. دلوقتي انا جاي عليا ضرايب يجي مثلا 70,000. انا ما كتبتش في الارض بالكلام ده، وهو دلوقتي بيقول لا ده احنا ما قلناش، وبيملص تماما من الكلام الماضي. خلاص، طيب ما فيها قضية تسمع من الأطراف، إذا ملص يعني كذبك ماذا ستصنع؟ أنا ممكن أحط إيدي على الأرض تاني. خلاص، إذا كنت تراه ظالما لك أن تأخذ مظلمتك.